خلي بالكوا القسم ده يعني مقدس. انت بتبدا النهارده وبتحلف، بتحلف قسم على انك انت هتمارس وهتبدا حياتك الجديده النهارده اللي هتبقى انت مسؤول عنها وضميرك وربنا سبحانه وتعالى. اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. شكرا، موفقين بإذن الله. مبروك.